السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بنات المستقبل الثانوية، العلوم الحياتية للمرحلة الثانوية، الصف الأول ثانوي علمي. اليوم رح نكمل يا علمي مع بعض عن المستقبلات الحسية. تحدثنا في الحصة الماضية عن نوع من أنواع المستقبلات الحسية، وحكينا عن مستقبلات الضوء المتعلقة أو المرتبطة بالعين وآلية الإبصار. اليوم رح نحكي عن مستقبلات الصوت. ولما أنا أحكي مستقبلات الصوت يعني بتكون مرتبطة بالأذن وآلية السمع التي تحدث في عضو الأذن داخل جسم الإنسان. لما أنا أحكي مستقبلات الصوت لازم أعرف ما هو الصوت. والصوت ينشأ يا علمي عن اهتزازات الأجسام. الأجسام لما تهتز بتردد معين لكل جسم، تردد معين لاهتزازه، وعملية اهتزاز هذه الأجسام تنتقل إلى الأذن. ودائما عضو الأذن يحتوي على مستقبلات حسية تلتقط هذه الاهتزازات وبتحولها إلى جهد فعل. طبعا جهد الفعل ينتقل عن طريق الأعصاب إلى الدماغ، ليقوم الدماغ بإدراك الصوت وتمييز الصوت حتى يستطيع الإنسان سمع هذه الأصوات وتمييزها. عشان أعرف عن مستقبلات الصوت أكثر وعن آلية السمع، خلينا نعرف مع بعض ما هي أجزاء الأذن. لما أنا أحكي الأذن تتكون من مجموعة من الأجزاء، وتتميز الأذن إنها بتحتوي على 3 أجزاء رئيسية، منها الأذن الخارجية، في عندنا الأذن الوسطى والأذن الداخلية زي ما إحنا شايفين بالصورة أمامنا. طبعا الأذن الخارجية بتتكون من مجموعة من الأجزاء، منها الصوان الذي يرتبط بقناة سمعية، وفي نهايته في عندنا غشاء يسمى غشاء الطبلة. بعدين في عندنا الأذن الوسطى، وتتميز هذه الأذن إنها بتحتوي على 3 عضيمات. طبعا هي أصغر العضيمات الموجودة عندنا داخل جسم الإنسان، تسمى هذه العضيمات بالركاب، السنديان والمطرقة. وفي عندنا آخر شيء الأذن الداخلية، والأذن الداخلية بتتكون من مجموعة من القنوات، منها عندنا قناة شبه دائرية، في عندنا قناة القوقعة والقناة الدهليزية. كل هذه القنوات راح نتعرف عليها بالتفصيل مع بعض. يعني خلينا نعرف مع بعض أجزاء الأذن بشكل مفصل. حكينا إنه الأذن تتكون من 3 أجزاء رئيسية، هي الأذن الخارجية، الداخلية والوسطى. خلينا نعرف أول إشي ما هي أجزاء الأذن الخارجية. لما أنا أحكي الأذن الخارجية، أول جزء فيها هو الصوان، هو عبارة عن الجزء الخارجي الموجود عندنا خارج جسم الإنسان، نستطيع لمسه الإنسان. طبعا مرتبط هذا الجزء بقناة سمعية يمر من خلالها اهتزازات الصوت، وفي نهايته أو في نهاية هاي القناة في عندنا غشاء يسمى غشاء الطبلة. طبعا كل هاي الأجزاء احنا نعرف مع بعض شو وظيفتها في آلية السمع. طبعا تتميز الأذن الخارجية أنها بتحتوي على غدد بتفرز مادة شمعية لحماية الأذن من أي مواد غريبة بتدخل لها أو بتفوت مع الغبار أو أي أجسام غريبة يتم دخولها عن طريق الأذن الخارجية. في عندنا هاي المادة الشمعية بتعمل على قتلها وإزالتها. كمان يا علمي راح نروح على النوع الثاني أو الجزء الثاني من الأذن، وهي الأذن الوسطى. مما تتكون الأذن الوسطى؟ الأذن الوسطى طبعا بيعرفوها بأنها هي تجويف صغير مملوء بالهواء، تتميز انها هي مملوء بالهواء. وطبعا الاذن الوسطى بفصلها عن الاذن الخارجيه غشاء الطبله، اخر جزء بالاذن الخارجيه غشاء الطبله، بعدين بتيجي عندنا الاذن الوسطى، ويفصلها عن الاذن الداخليه فتحتين، والاولى تسمى النافذه البيضويه والنافذه الدائريه. هذول اجزاء موجودات اول الاذن الداخليه. عشان نعرف أكثر عن الأذن الوسطى، خلينا نعرف مما تتكون. وحكينا يا علمي إن الأذن الوسطى تتكون من 3 عضيمات رئيسية. ولما أنا أحكي عضيمات، هي تصغير لعظم لأنها جدا صغيرة. وهذه العضيمات عندنا المطرقة والسنديان والركاب. طبعا تتميز المطرقة إن هي أول هذه العضيمات، طبعا عشان هيك بتكون مرتبطة أو تتصل بغشاء الطبلة بالأذن الخارجية.
السنديان هي عبارة عن العظمة الموجودة في الوسط، أما الركاب فهي العظمة الموجودة في نهاية الأذن الوسطى وتتصل بالنافذة البيضوية الموجودة عندنا في الأذن الداخلية. كمان في عندنا جزء مهم موجود عندنا بالأذن الوسطى وهو ما يسمى بقناة بستاكوس. في عندنا في الجدار الأمامي للأذن الوسطى يوجد عندنا فتحة يسموها بقناة ستايكوس، وهذه القناة مهمة جدا لأنها قناة بتربط الأذن الوسطى أو بتربط الأذن بشكل عام بالجزء العلوي من البلعوم. الأذن عندنا مرتبطة عندنا بجزء البلعوم اللي هو موجود في أسفل الرقبة. طبعا احنا بنعرف انه لما احنا بنبلع بطريقة قوية او لما يكون واحد مريض بحس حاله انه عملية البلع انه ممكن يحسها في اذنه. ليه؟ لان البلعوم بيرتبط مع الاذن بواسطة قناة بيستايكوس، ومن اهم ميزات هذه القناة انها هي تعمل على موازنة او تساوي ضغط الهواء في الاذن الوسطى بالضغط الجوي. دائما الضغط الموجود عندنا في الأذن لازم يكون مساوي للضغط الموجود حوالين جسم الإنسان. وطبعا في مرات لما احنا بنروح على مناطق بتكون الضغط فيها جدا عالي، بنحس انه عشان يتم عملية توازن هذا الضغط بنحس انه كأن الأذن تاعتنا بتسكر او تغلق. ليش؟ عشان هاي عملية روتينية عشان يتم عندنا عملية توازن في الضغط بين الجسم وبين داخل الأذن. بنروح هلا على الجزء الثالث الرئيسي وهو الأذن الداخلية. وتتكون الأذن الداخلية بحكينا زي ما حكينا مع بعض من عدة قنوات أو سلسلة من هاي القنوات تسمى بقنوات التيه، وهي عبارة عن 3 قنوات رئيسية: قناة الدهليز وقناة شبه الدائرية وقناة القوقعة. ومن أهم هذه القنوات اللي راح نحكي عنها بالتفصيل قناة القوقعة. قناة القوقعة من الداخل بتتكون من 3 قنوات كمان، يعني القوقعة شكلها زي القوقعة ولما اجوا اتفرجوا عليها من الداخل وجدوا انها بتتكون من 3 قنوات صغيرة: القوقعية والدهليزية والطبلية. طبعا هما مرتبين فوق بعض، موجودة القوقعية في الوسط، وتتميز هذه القنوات الثلاثة الموجودة عندنا بالقوقعة انها مملوءة جميعها بسائل يسمى سائل ليمفي. رح نحكي مع بعض شو أهمية هذا السائل. طبعا لما اجوا اتفرجوا على القوقعية الموجودة عندنا داخل القوقعة او القناة الموجودة بالنص، لقوا انها بتحتوي على عضو يسمى عضو كورتي، وهذا العضو يستقر اعلى غشاء القوقعية، وبيتميز انه بيتكون من خلايا شعرية وخلايا داعمة، وهذه الخلايا لها أهمية كبيرة في آلية السمع. عشان نعرف بالضبط كيف بيكون أو وين بيكون شكل هذه القنوات الثلاثة، نطلع مع بعض يا علمي على الصورة الموجودة أمامنا. بنلاحظ الجزء الموجود بالصورة باء أن هذا الجزء الكامل هو عبارة عن القوقعة، ومن الداخل القوقعة حكينا تحتوي على 3 قنوات. في عندنا من الأعلى قناة تسمى القناة الدهليزية، في الوسط عندنا قناة تسمى القناة القوقعية، وفي الأسفل عندنا القناة الطبلية. وإحنا أهم هذه القنوات عندنا قناة القوقعية لأنها بتحتوي على عضو كورتي. شو هو عضو كورتي؟ لما يجوا يطلعوا عليه لقوا إنه هو بيتكون من خلايا شعرية وخلايا داعمة موجودة، أو هاي الخلايا تلمس الغشاء الموجود في أعلى القوقعة. عشان نعرف شو وظيفة هاي الخلايا الشعرية، الخلايا الشعرية الموجودة عندنا في عضو كورتي لها وظيفة جدا مهمة، ومن أهمية هذه الخلايا إنها بتحتوي على مستقبلات الصوت، وتتميز إنها تحتوي على أهداب. إذا وين موجود عندنا مستقبلات الصوت في الأذن؟ في الخلايا الشعرية. الخلايا الشعرية وين موجودة؟ بعضو كورتي. عضو كورتي وين موجود؟ داخل القوقعية الموجود داخل القوقعة، وهي عبارة عن قناة من قنوات الأذن الداخلية. إذا الخلايا الشعرية هي التي تحمل مستقبلات الصوت. خلينا نعرف مع بعض بعد ما تعرفنا على كل أجزاء الأذن كيف أو كيف يحدث عندنا آلية السمع يا علمي مع بعض. بالتدريج بيتم عندنا آلية السمع. أول إشي إنه بيجمع صوان الأذن الموجات الصوتية الموجودة حواليه، بعد ما يتم عندنا جمعها بمررها إلى القناة السمعية، والقناة السمعية بتوصلها إلى غشاء الطبلة.
أول ما توصل لغشاء الطبلة بيهتز عندنا غشاء الطبلة، وتعتمد سرعة اهتزازه حسب تردد الموجات. إذا كانت الموجات ترددها عالي سريع راح يكون اهتزازه جدا كبير، إذا كانت قليلة ترددها قليل راح يكون اهتزازه قليل. إذا بيعتمد عملية اهتزاز غشاء الطبلة على تردد الموجات. أول ما يهتز عندنا غشاء الطبلة رح يساعد ذلك على اهتزاز العظيمات الثلاثة. وين موجودة العظيمات الثلاثة؟ بالأذن الوسطى. رح تهتز أول شيء عندنا المطرقة، ليه؟ لأنها مرتبطة بالغشاء الطبلة. بعدين تهتز عندنا السنديان، بعدين بوصل عندنا الاهتزاز للعظمة الثالثة التي تسمى الركاب. طبعا هذه العظيمات لما تبلش تهتز بتوصل الاهتزاز للنافذة البيضاوية واللي هي مرتبطة بالعظمة الثالثة بالركاب عشان يوصل عندنا للأذن الداخلية. وطبعا مع عملية وصول هاي الاهتزازات للنافذة البيضاوية بتبلش العظيمات تعمل على تضخيم هذه الاهتزازات الموجودة بداخلها. طبعا لما يوصل عندنا الاهتزازات للنافذة البويضية بتوصلها للأذن الداخلية تحديدا، وتوصل لعند القنوات الثلاثة، واحنا وراح توصل بالضبط للقناة القوقعة أو قناة القوقعة. وحكينا إنه قناة القوقعة بتتميز إنه كل قنواتها الثلاثة تحتوي على سائل ليمفي، وأول ما توصل هاي الاهتزازات لقناة القوقعة رح يبلش عنا يتولد موجات ضغط في السائل الليمفي الموجود في القنوات الثلاثة. إذا يا علمي نعيد، وصل عنا الاهتزازات للنافذة البيضاوية. النافذة البيضاوية بتوصلها للقنوات الموجودة بالأذن الداخلية. مين أهم هذه القنوات؟ قناة القوقعة. أول ما بوصل على قناة القوقعة، قوقعة فيها 3 قنوات. شو أهم ميزتهم هذول القنوات؟ إنهم بيحتوي على سائل. لما بوصل لهم الاهتزاز ببلش السائل الليمفي اللي بداخلهم يعمل على توليد موجات ضغط في هذا السائل. طبعا بسبب اهتزاز هاي المنطقة تحديدا اللي هو تحريك الخلايا الشعرية. الخلايا الشعرية وين موجودة؟ في عضو كورتي. وعملية تحريك الخلايا الشعرية بتلامس طبعا غشاء القاعدة ويؤدي إلى تكوين فرق جهد. إذا آخر إشي بوصل عندنا الاهتزاز للخلايا الشعرية. الاهتزاز بيخلي الخلايا الشعرية تتحرك، حركتها بتولد عنا جهد أو فرق جهد فعل. طبعا هذا الفرق الجهد على طول رح ينتقل على شكل إشارات كهروكيميائية للعصب السمعي. ومن العصب السمعي وين بروح؟ بروح لمراكز الدماغ عشان يتم عنا عملية إدراك الصوت. طبعا بعد ما تخلص عنا عملية إدراك الصوت لازم يتم التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي. احنا حكينا السائل الليمفي لما توصل الاهتزازات بيصير عنده ضغط كثير عالي، وعشان بعد ما تخلص عملية عنا آلية السمع بيتم عنا التخلص من هذا الضغط العالي باهتزاز غشاء النافذة الدائرة حتى القوقعة اللي داخل الأذن الداخلية ما تنفجر. بيتم التخلص من هذه الاهتزازات أو هذا الضغط عن طريق النافذة الدائرة أو غشاء النافذة الدائرة.